حسين يا غريب. لما أدخل رأس الحسين إلى الكوفة أمر عبيد الله بن زياد، شوف هاي من مصائب الرأس، أن ينصب على شجرة، وأمر الصبية أن يرشقونه بالحجارة. هذه مصائب الرأس الشريف. ومن ضمن المصائب القافلة تسير في نصف الليل والحسين عينه على رأس الرمح، عينه على الحرائر، ها عينه على بنات أمير المؤمنين سلام الله عليه، بينما القافلة تسير وإذا قد توقف الرمح ما يتحرك. اجتهدوا في تحريك هذا الرمح ما استطاعوا، قالوا هذه ليس لها إلا زين العابدين. اجوا للإمام زين العابدين، قال هذه يتيمة، حتما يتيمة سقطت لوالدي الحسين، ها يتيمة سقطت من الناقة. زين احنا وين نشوف اليتيمة وين سقطت؟ قال انظروا إلى الرأس الشريف وين محدق ببصره، هناك يتيمة سقطت، ها حدقوا شافوا، وإذا رأس الحسين عليه السلام متوجه إلى جهة آخر القافلة، وإذا من اللي طايحة؟ عزيزة الحسين فاطمة الصغرى رقية، اللي كانت تفرش السجادة للحسين تقول له حضر وقت الصلاة، طايحة من على ظهر الناقة. شو تصيح؟ تصيح قفوا لليتيمة، قفوا للضائعة. يبين هذه كانت على ظهر الناقة عند سكينة، سكنة يا اختي اسكن على المطية ركبيني، وانا العزيز شلون بالبر تتركيني، مقدر على قطع المسافة تعرفيني، بالبر الأكفار تتركيني يا زكية. شنو هذه الطفلة؟ كيف آجروها؟ شلون تعاملوا وياها؟ أقبل إليها زجر وجعل يلوعها بسوطة، وقام يتلوى الصوت والطفل على القاع، نوب على الهامة ونوب فوق الأضلاع، وذيك اليتيمة ما لها ساتر ولا قناع،